المرأة الفاضلة. المرأة الفاضلة برنامج أسبوعي. المرأة الفاضلة برنامج يلقي الضوء على دور المرأة في الأسرة والمجتمع، ويزودها بالوسائل العملية لتكون المرأة الفاضلة في عين الله والأسرة والمجتمع، وأيضا في عين نفسها. احكي لنا شوية على الكورس بتاع نحو زواج أفضل. زي ما قلنا في الحلقة السابقة بأننا حامية كان عاوز يبني البيوت، لأن البيوت لما تتبني هي سور الحماية. لو البيوت ما تبنتش، العدو أو إبليس أو العالم بأفكاره اللي هي بتخالف ضد كلمة الله يخترق حياتنا، وإذا العدو اخترق صفوفنا بيقدر يهزمنا. ففي الدراسة دي احنا بنناقش مواضيع مختلفة أنا بعتبرها كبناء حي. بنتكلم عن الأساس بتاع البناء ده، والأعمدة بتاعة البناء، والحجارة، وإيه ده. لأنه الشيء العجيب إن الناس بتدخل العلاقة الزوجية ما عندهمش أي فكرة غير إنهم عايزين بس يعيشوا حياة بامبي وبس، وبعدين بيكتشفوا بعد شوية إنها مش بامبي قوي، إنها ألوان تانية. فلما نعرف المعرفة بتكسر المفاجآت، لما نعرف كلمة الله تكسر المفاجآت، لأن معظم الزواج اللي تعب اتفاجئ بحاجات ما كانش متوقعة. أصله يعني تفكير منطقي، أنت رايح مثلا أمريكا مش عايز تعرف على البلد اللي أنت رايحها؟ بالظبط. ولا عايز تروح كده وما أنتش عارف حاجة خالص ومش عارف إيه اللي هيقابلك؟ أو أنا كمهندس درست كام سنة عشان أبقى مهندس، ولا الطبيب درست كام سنة عشان أبقى طبيب، لكن أنا درست كام سنة عشان أبقى زوج؟ أو درست قد إيه عشان أبقى زوجة؟ أو درست قد إيه عشان أبقى أب؟ ما فهمتش حاجة. يعني بناخدها كده بالعشوائية. أو أحيانا يعني بنعمل انفصال بين الحياة الزوجية والحياة مع الرب، لكن الحياة مش كده. يعني الرب عنده المبادئ اللي احنا متجهين أجل حياة كله، وحتة مهمة جدا في حياتنا العلاقة الزوجية. احنا لازم نتعلم المبادئ الروحية، المبادئ الروحية من الكتاب المقدس. الرب بيقول ايه انا جواز، هو عايز ايه. يعني احيانا يعني شايفة مشكلة كبيرة، عشان الناس بفكر الهدف الزواج ان الناس هيكون مبسوطين. لا، ده مش الهدف. يعني ده نتيجة، مش هدف الجواز ان الناس تكون مبسوطين. لا، ده نتيجة. في فرق بين الهدف والنتيجة لما اوصل للهدف. طب ايه الهدف من الجواز؟ الهدف الجواز من وجهة نظري ان انا اعبد الرب في جواز بتاعي. الرب عنده خطة هدف. الله هو عنده هدف، عنده هدف. يعني هو بيجمع، الرب عايز ان احنا ندي فرصة لي ان هو يعمل اختيار انا هجوز مين. هو عارف احسن شخص اجلي وانا احسن لمين، وبرضه هو عنده خطة اجل حياتنا. احنا نخدم مع بعض ازاي، حتى لو شخص متجوزين دلوقتي من غير هما يسألوا الرب، لكن حتى دلوقتي في موقف اللي هما فيه، لو هما عايزين عيش للرب، الرب يقدر يفتح ليهم ويفتح عيونهم على هدف بتاعه أجلهم. لما الشخص عايش في وسط إرادة الله، في شبع في حياة، في شبع، في يعني الحياة جميلة. حتى لو أنا بواجه صعوبات بلاقي نعمة، بلاقي الإمكانية أواجه صعوبات. ولا حد بيعيش على الأرض إنه كله سهل، مفيش دايما. مفيش طبعا، يعني دايما في صعوبات. حتى لو بقى في العالم سيكون لك ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت. لكن إحنا نجيب النصر على دول إزاي في حياتنا، مش من أفكارنا بس أو المنطق البشري، لأنه المنطق البشري مهما كان عميق مش زي فكر وحكمة الله. عشان كده في الدراسة دي بنعلي حكمة الله عن المنطق البشري. مش معنى كده بنتخلى عن المنطق البشري، لكن في أولوية لحكمة الله، لأنه كما علت السماء عن الأرض هكذا علت أفكاره عن أفكارنا وطرقه عن طرقنا. بنبتدي نخش في الدراسات اللي هي عن الزواج وما قبل الزواج. نبتدي مثلا بدراسة ما قبل الزواج، لأن فيها شوية مبادئ مهمين جدا أساسية للتلمذ، ده لو كانوا لسه شباب صغير أو لسه ما دخلش في الزواج. أما لو كان دخل في الزواج فبن يبتدي يفهم مبادئ أكتر عن فترة الخطوبة.
طبعا وبعد كده لو اتجوز يبقى بنديله كورس الزواج، ولو عنده أولاد طبعا بنديله دراسات نحو جيل أفضل، ودي احنا كلنا عارفينها، بس دي بتأسس أساس صح وتشوف هو فعلا مغروس وبيقبل المبادئ دي ولا لا. أحبائي ده الوقت اللي بنيجي فيه قدام ربنا وبنقول له احنا علينا الاختيار وانت عليك التغيير، انا بختار ان بيتي يكون بيمشي حسب اساسات الكتاب المقدس، وانت تقدر تغير كل الظروف، كل اللي اتكسر يرجع تاني، لانك انت اله يصنع امر جديد. بشجعكم تكلمونا، تبعتوا لنا ايميلز على الويب سايت، تدخلوا وتشوفوا المقالات وتشوفوا الدروس دي. ممكن الحلقه دي تعملوا لها داونلود وتوزعوها على الناس المحتاجين. فعلا بشجعكم تكتبوا لنا، تقولوا لنا الاختبارات والحاجات اللي انتوا تعلمتوها من البرنامج. احبائي اوعوا تنسوا، انا عليا الاختيار وهو عليه التغيير. الى اللقاء في حلقه اخرى وبرنامج المراه الفاضله. فاضله تتحلى بصفات الايمان، عامله بيديها تشتغل بإتقان.